فالنهارده حلاوه الجبنه بتاعتنا معجوقه. هنعملها ازاي هقول لكم، بس الاول خليني اقول لكم المكونات مع بعض. عشان نعملها عايزين كوبايه جبنه عكاوي وتكون منقوعه طبعا في الميه، كوبايه جبنه موتزاريلا، واحد كوب سميد، نص كوبايه سكر، واحد كوب ماء، 2 معلقه كبيره ماء ورد، وعايزين قشطه طازه. الشربات بتاعنا عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه ومعلقه صغيره عصير ليمون، وللوش عايزين اللي انتوا عايزينه بقى، فستق، ورد، زي ما تحبوا. طيب اول حاجه هنعملها هناخد الميه اللي عندنا وهنحطها كده هنا على النار، وهنحط معاها السكر، هي دي حاطين معاها سكر، وهنحط معاها السميد، وهنقلب الكلام ده مع بعض. عندنا هنا الجبنة العكاوي، وتقدروا تستغنوا عنها وتحطوا كله موتزاريلا، مش مشكلة أبدا. هنقلب الكلام ده كده مع بعضه زي ما اتفقنا، بتقدروا تستغنوا عن العكاوي وتحطوها كلها موتزاريلا. الموتزاريلا أصلا ما فيهاش ملح، فبتبقى أسهل في الاستخدام. هنحط الجبنة بتاعتنا كده هنا، وهنقلب لغاية ما كل الكلام ده يسيح مع بعضه. طيب شوفوا دلوقتي كده احنا تمام، بعد ما خلصت كده خالص القاعدة بتاعتنا، هنروح حاطين لها الموارد اللي عندنا ونقلبها تقليبة كده. ونروح هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب صينية، يفضل طبعا تكون الصينيه بتاعت التشيز كيك. هنجيب بقى دلوقتي الصينيه بتاعت التشيز كيك، هنحط فيها بس نقطه من الزيت، نقطه زيت، علشان نقدر ان احنا لما نيجي نقطعها ما تلزقش. فهنحط نقطه زيت وندهنها كده تحت وعلى الجناب، تبقى سهله بقى في الفك كده. حلو قوي. هناخد بقى الخليط بتاع الزياده، طبعا طلعت هنا هنرميها. هناخد الخليط بتاعنا وهنحطه في الصينيه ونفرده. شوفوا دلوقتي احنا حطينا حلاوه الجبنه بتاعتنا القاعده في الصينيه، خليها نحطها في الثلاجه بس تبرد لغايه ما نبتدي نشتغل فيها. نحطها كده هنا. هنا بس خلينا نشوف الحاجات اللي هنستعملها عندنا. عندنا هنا الشربات، الشربات بتاعنا عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية وشوية ليمون صغيرين. بنحط السكر والمية على النار، حاولوا ما تقلبوش خالص السكر بعد ما تحطوه على النار. أنا بحب أحط الأول المية، وبعد ما أحط المية بحط السكر، فالسكر بي بي بيفرش على المية، غير لما نحط السكر الأول ونحط عليها المية ممكن تفضل شوية لازقة تحت، فنضطر إن احنا نقلبه. احنا مش عايزين نقلبه، لأن التقليب ده مرات بيخليه يسكر مننا، السكر بيكريستالايز كده. فهنحطه على النار لغاية ما يبتدي يغلي معانا غلوتين، ونحط عليه عصر شوية ليمون وبرضو غلوتين، وبيبقى كده عندنا الشربات بتاعنا جاهز. يا مدام يسر، يلا المعجوقة بتاعتنا جهزت، نقدر دلوقتي نحط لها القشطة اللي عندنا. ناخد بقى القشطة ونبتدي نحطها لها، شايفين قشطة فريش طازة اهي، نفردها بقى كده على الوش. وده شكل معجوقة حلاوة الجبنة بتاعتنا بعد ما جهزت اهي. خلينا بقى ناخدها ونحطها في الطبق. شايفين ازاي متماسكه؟